ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كلنا بنحب سلطه التونه. النهارده هنعملها بطريقه مختلفه وجديده مع البنجر. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنحط علبه تونه من غير زيت، وعليها رشه حبه البركه، ومعلقه طحينه، واخر حاجه معلقه زيت زيتون. تاني حاجه هنجيب ثمره بنجر مسلوقه ومتقطعه، ورشه سمسم، وبعدين معلقه طحينه، ونقلبهم. تالت حاجه هنجيب نص حزمه جرجير، وهنحط عليهم معلقتين ورق بقدونس، ومعلقتين طحينه، واخر حاجه شويه زيت زيتون، ونقلبهم. ودلوقتي هنبدأ نقدم السلطة. عمركم شفتوا سلطة التونة بالشكل ده؟ جربوها ومش هتندموا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.